اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ارفع عنهم بطشه وكيده وعدوانه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نبرأ بك في نحره ونعوذ بك اللهم من شره، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم يا رب العالمين وانصر إخواننا عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل شأنهم في سفال وأمرهم في وبال، اللهم أهلكهم بالسنين واجعلها عليهم سنين كسني يوسف يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. كلنا نشوف صور للحرب العالمية الأولى، نشوف الجنود دائما في خنادق، بس اللي ما تعرفه أن الحرب العالمية الأولى سميت بحرب الخنادق أصلا من كثر ما استخدمت الخنادق فيها. خطة الحرب من خلال الخنادق المعقدة تحت الأرض خطة قديمة ومستخدمة منذ الأزل، بس أكثر فترة استخدمت فيها هذه الخطة هي في الحرب العالمية الأولى. فلو تكتب الحين في جوجل الحرب العالمية الأولى بيطلعوا لك جنود في خنادق. طبعا الخطة هذه كانت فعالة جدا وقتها، فكان خطة الخنادق هذه تغير معادلة القتال كاملة وسببت رهاب عند أي جيش غازي لأي بلد مشارك في الحرب، لأن في أي لحظة ومن دون أي سابق انذار بتلقى الرصاص من كل اتجاه عليك، ولا بتقدر تحدد وين الطرف الثاني بالضبط لأنهم يحاربونك من تحت الأرض. فكانت جيوش كاملة تسحق تماما بسبب الخنادق، وهذا اللي حصل مع كتيبة بريطانية كانت غازية على ألمانيا. هذه الكتيبة اختفت من على وجه الأرض من قوة أنها سحقت سحق. فقرر لواء اسمه إرنست سوينتن أنه يدبر خطة ثانية لموضوع الخنادق دي. فيقال عنه بأنه هو يمشي شاف حراثة في مزرعة من المزارع، جلس يناظر في هذه الحراثة إلين جتها فكرة بأنه يصنع مثل هذه الحراثة بس تكون مدرعة من كل مكان ويخرج من هذه المدرعة أسلحة، فتصير هذه الأداة هجومية ودفاعية في نفس الوقت. فكتب رسالة تشرح فيه كل تفاصيل هذه السيارة أو هذه الحراثة يعني، أو بالأصح المركبة خلونا نقول، وأرسل الرسالة هذه لأمين مجلس الحرب في لندن. وبعد فترة زمنية جاتها الموافقة من وينست رئيس وزراء بريطانيا في ذاك الوقت. وفي 15 سبتمبر عام 1916 ميلادي دخلت أول دفعة دبابات في معركة الدسو. المعركة هذه كانت بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا، فأصبح الكثير يظن أن هذا اللواء هو مخترع الدبابات، ولكن التاريخ يقول شيء ثاني تمام، ويقول بأن اللواء هذا هو مطور لفكرة موجودة قديم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى الدبابة في قصة اليوم بعد حرب قوية حصلت على حصون الطائف. فكيف كانت هذه الدبابات ومن وين جاءت الفكرة للمسلمين وقتها وكيف كان تصميمها الخارج، هذا كله بنعرفه في قصة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، أجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين. كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم بخير وأموركم إن شاء الله. إذا ما شفت معركة حنين أو غزوة حنين اللي نزلناها قبل كده، أتمنى منك أنك ترجع تشوف عشان في بعض الأحداث المهمة في قصة اليوم مرتبطة بغزوة حنين، إذا ما شفتها ارجع شوف. فذكرنا شخصية مهمة في غزوة حنين واللي هي مالك بن عوف. مالك بن عوف هو رجل مو عادي، كان يلقب هذا الرجل بالأسد الرهيس، والرهيس يعني المنفرد، وقيل بأن الأسد اللي في مشية عرج من كثرة الحروب. هو رجل كان عسكري وحربي من الدرجة الأولى، وكان من القادة العرب النادرين اللي يقدر يقود جيوش كبيرة، كان زي خالد بن الوليد يعني رضي الله عنه. كان رجل حق حر وكان محنك وعسكري ذكي جدا. ومالك بن عوف هذا من قبيلة تسمى بهوازن، وهوازن هي قبيلة حربية مهتمة بالأشياء العسكرية وقيادة الجيوش يعني، وكانت هذه القبيلة تسكن في الطائف، شيء منها في الطائف وشيء منها في نجد، بس سادة الطائف ورؤساء الطائف كانوا من ثقيف، فكانت ثقيف هي ترؤس الطائف في ذاك الوقت زي قريش في مكة. والطائف كانت معروفة بأنها محصنة بحصون منيعة في ذاك الوقت، والحصون هذه لها سر عجيب، لأن حصون الطائف هي مختلفة عن حصون العرب البقية، كانت مبنية بطريقة عجيبة وقوية ومنيعة جدا، وفعلا لبنيان هذه الحصون قصة طويلة. فكان بين قبائل الطائف وقبائل مكة صداقة وعلاقة قوية تجمعهم، علاقة جغرافية وعلاقة حتى في الأسر وفي العوائل، فكانوا يتزوجون من بعضهم، حتى إنهم وقفوا في صف قريش في صلح الحديبية
إذا تتذكروا، وحتى كانوا يتشابهون في أن أغلب اقتصادهم قائم على الأصنام والتجارة. كان في أصنام حتى في الطائف كانوا يتكسبوا من هذه الأصنام. فكان في كل من قريش وثقيف تجار كبار، وهم اللي يحركون الاقتصاد في هذه المناطق، يخرجون لتجارة في بلاد الشام مع بعض. بس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنة من السنين، قرروا تجار من قريش وثقيف إنهم يوسعون تجارتهم، يوسعونها من الشام اللي هي بلاد الروم إلى بلاد الفرس في العراق. وكانت العراق وقتها تحت حكم الفرس، ومعروفين أن الفرس يكرهون العرب كره شديد جدا، وبينهم وبين العرب عداوة شديدة. فكانت خطوة التجار هذه خطوة خطيرة جدا وقوية، بس أنهم شدوا الحيل واتجهوا إلى العراق. بس وهم في الطريق بدوا يتناقشون في الموضوع، واكتشفوا أن فكرتهم هذه شويتين خطيرة، أخطر مما كانوا يعتقدون، ممكن أنهم كلهم ما يرجعون من سفرهم هذا. وقام واحد فيهم وقال: ترانا مقدمين على ملك جبار لم يأذن لنا في القدوم عليه، وترى بيننا وبينهم حروب سابقة، والعراق ليست بمكان تجارة للعرب، شكنا رايحين نموت يا جماعة الخير. قام واحد فيهم ذكي شويتين وقال: اسم نطلع واحد منا بجميع الأموال يدخل بها العراق، إن قتلوه فحنا بريئين من دمه، وما علينا الانتقام أبدا، خلاص شخص واحد ومات، وإن غنم فله نصف الربح، يأخذ نص ربح أموالنا. قام تاجر من تجار ثقيف اسمه غيلان بن سلمة، كان رجل أبيض شديد البياض، قال لهم: أنا عندي، ازهلوها بس، أعطوني أموالكم كلها وأنا بروح بها للعراق وبزبطكم. وكان رجل حكيم جدا وكان ملسوم. قالوا له: متأكد أنت؟ متأكد أنك تبغى تخاطر بحياتك؟ قال: بس ازهلوها عندي. فقاموا لبس لباس جميل وأخذ الأموال كلها واتجه إلى العراق لوحده. هذولاك خلاص نفضوا الغبار عنهم وقالوا: والله يرحم، مات من الحين نقول. جلسوا يناظرون فيه لين اختفى. بس بعد فترة إلا بغيلان وهو راجع خرج من العراق وباع الأموال بأضعاف سعرها، ومعه رجال من فارس متخصصين في البناء، يعني كانوا زي المهندسين. في يوم سألوه قال لهم السالفة كام، وقال لهم: إني واجهت كسرة وزبطتها بحكمتي وبلساني، وجلست أسجد له وشويتين وعبو، حتى انبسط مني واشترى مني البضاعة بثلاثة أضعاف، وأرسل معي هذول المهندسين عشان أبني حصون في الطائف. فرجعوا للطائف وبنوا حصون الطائف بالطريقة الفارسية، فصارت أقوى حصون الجزيرة العربية على الإطلاق، وهذا سر قوة ومناعة حصون الطائف. وبقدر من الله سبحانه وتعالى صارت منطقة الطائف منطقة حربية، وصار لها وزن أكبر جدا عند العرب، كلها من رحلة غيلان بعد الله سبحانه وتعالى. وأصبحت الشام والعراق كلها مكان للتجارة عند العرب، فكانوا يروحون يتاجرون فيها، يعني انفتحت لهم العراق كمكان للتجارة. ومع انفتاح الفرس على العرب انتشر بين نصارى العراق بأن نبي آخر الزمان سيخرج من العرب، ومن اللي سمعوا هذا الخبر رجل اسمه سلمان الفارسي، وكان وقتها يبحث عن الحقيقة ويبحث عن الحق، فما لقيها لا عند النصارى ولا عند المجوس، وله قصة طويلة في بحثه عن الحق. في يوم سمع هذا الكلام سلمان الفارسي راح يتأكد من هذا الخبر عند واحد من القساوسة في العراق. في يوم راح عند هذا القسيس قال له نفس الكلام، قال له فعلا أن في نبي سيخرج من العرب في آخر الزمان وهو خاتم الأنبياء وهو رجل صالح. فشاف سلمان الفارسي بعض تجار العرب اللي كانوا يتاجرون في العراق، كانوا من بني كلب من العرب، فاغتنم الفرصة وانطلق لهم مباشرة وقال لهم: خذوني معكم ودوني جزيرة العرب. وافقوا هذول التجار وخذوا معهم في القافلة، بس وهم في الطريق غدروا فيه، قتلوا فيه وباعوه على رجل يهودي بوادي في العلا، فجلس مع هذا الرجل اليهودي حتى اشتراه رجل من بني قريظة وأخذ معه المدينة، وجلس هناك كعبد عند هذا الرجل يخدم على قدم المساق، حتى بعث الله سبحانه وتعالى رجل من قريش من العرب اسمه محمد بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبلها يسمى بالصادق الأمين. كانوا قريش يحبون حب شديد، بس كعادة حال الأنبياء انقلب حب قوم لها إلى عداوة شديدة، بس الله سبحانه وتعالى حمى رسوله بعمها المشرك أبو طالب، ولا كانت قريش عذبت النبي صلى الله عليه وسلم وأدته، فما كان بيد قريش إلا أنها تشوه سمعته، تشوه سمعته أو تحبس وتعذب كل من اتبعه وتخوف بالسيف كل من يصدق هذا الرجل. والأهم من هذا كله أن تخفي هذا الأمر عن جميع العرب، فأخفت الأمر حتى عن أصدقائهم المقربين اللي هم قبائل الطائف، ما كانوا يعرفون أبدا عن محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد 10 سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت القصة معه تماما. دام نعرفنا هذه المعلومات المهمة، لا تنسى تتابعني في كل السوشيال ميديا، اكتب أنس أكشن وبإذن الله العلي العظيم راح أطلع لك. من دون ما نطول، بسم الله. في السنة 10 بعد البعثة توفي عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معاه يوم مات. توفي أمام عيون النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده كان مليان بالحزن، كان حزين
حزن شديد. بس وهو في الطريق إلا بسفيه من سفهاء قريش أقبل للنبي صلى الله عليه وسلم يجري بيده حفنة من تراب فرماها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتراب مليان في وجه النبي. في يوم رجع للبيت شافته واحدة من بناته من بنات النبي صلى الله عليه وسلم والتراب على رأس النبي فكأنها حست وانفجرت بالبكاء وقالت ما هذا الذي أراه يا أبتاه. يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليها ويقول لا تبكي يا بني إن الله مانع وأباك. ما نالت قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. وكانت هذه شرارة البداية لسلسلة من أذية قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. وبدت قريش تتمادى في أذية النبي صلى الله عليه وسلم وتعذيب لأصحاب النبي وأتباعه. يخرج بالدعوة من مكة إلى منطقة ثانية لعله يلقى ناس يؤمنون برسالة الإسلام ويصير معها من يكون سبب في نصرته بعد الله سبحانه وتعالى. فكان أول خيار بعد قريش اللي هم أصدقائهم ثقيف. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتجهز للسفر وخرج وما كان معه أحد أبدا إلا شاب يتيم كان اسم هذا الشاب زيد بن محمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها كان متبني وهذا قبل ما يحرم الله سبحانه وتعالى التبني وكان اسمه زيد بن حارثة. فكان زيد هذا في مثابة الابن للنبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد وقطعوا مسافات طويلة جدا مشي على الأقدام ما كان معهم راحلة مشوا أكثر من 85 كيلو على رجولهم حتى وصلوا للطائف. في يوم وصل النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بقادة وسادة تقيف وعرض عليهم فكرة الإسلام وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده وترك هذه الأصنام وبدأ يشرح لهم الرسالة كاملة اللي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه. في يوم خلص النبي صلى الله عليه وسلم كانت وجيه ثقيف ما تبشر بالخير وبدأ الغضب في المجلس فقام واحد من ثقيف وقال أمزق ثياب الكعبة قطعة قطعة إن كان الله أرسلك. وبدت الأصوات تتعالى في المجلس قام واحد ثاني وقال ما وجد الله أحد غيرك يرسله أعوذ بالله من الوقاحة. المهم إنهم رفضوا رفض شديد وغضبوا من فكرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما يأس النبي منهم طلب منهم طلب بسيط فقال إن فعلتم ما فعلتم فاكتموا علي يعني لا تعلمون قريش بمجيء لكم وإني جيت أدعوكم للإسلام. بس ما أمدى النبي صلى الله عليه وسلم يخلص من طلبه البسيط هذا إلا بسيد بن سادة ثقيف ويأمر رجل من ثقيف أن يوصل العلم هذا كامل لكم وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاهم وعرض عليهم الإسلام وأنه يدعي النبوة. مو بس كذا أمر بالأطفال والسفهاء أنهم يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى يطردونه من الطائف وفعلا هذا اللي حصل قاموا أطفال الطائف يرمون النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بالحجارة ويطردونهم حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم ما يرفع رجل ويحطها إلا على حجر من كثرة الحجارة. فانشق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وصار الدم يصب حتى من رجوله وجلسوا على هذا الحال يتراجعون حتى وصلوا لظل عنبة جلسوا تحت هذه العنبة وهم مليانين بالحزن وبالدماء في نفس الوقت وكان النبي صلى الله عليه وسلم حزين حزن شديد. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. شوف هم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى يكون راضي ما هم شيء في الدنيا يعني فوق القهر اللي انقهر من هذول الناس قلبه مع الله سبحانه وتعالى مو هنا في الدنيا همه إن الله سبحانه وتعالى ما يكون غاضب عليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. هذا كله والنبي صلى الله عليه وسلم يناظر للسماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فناداني ملك الجبال وسلم عليه ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك إن شئت أن أطبق عليه من الأخشبين يعني إذا تبغى يا محمد بأمر منك فقط إني أهد الجبال فوق رؤوسهم أقضي عليه مرة واحدة. خير الله سبحانه وتعالى بين أنه يعفو أو ينتقم ومو أي انتقام يهد الجبال فوق رؤوسهم بكلمة واحدة. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فبعد هذا الموقف إلا بصبي يجي للرسول صلى الله عليه وسلم وبيده أكل إذ أرسلوا بعض أهل الطائف يوم شافوا حال النبي والصبي اللي معه وكيف أنهم مليانين بالدماء وحزينين حزن جديد. في يوم وصل الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم مد يده عشان ياخذ النبي الاكل. في يوم مد النبي صلى الله عليه وسلم يده عشان ياخذ الاكل قال بسم الله وهنا انصدم الصبي فناظر فيه وقال
هذا الكلام ما يقولون أهل هذه البلدة، ما يقولون بسم الله. فقال لها النبي: من أي البلاد أنت؟ فقال لها: أنا نصراني من العراق، من نينواء، من بلاد الفرس. قال النبي: أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ انصدم الصبي وقال له: ما يدريك ما يونس، ما حد يعرف يونس في البلدة دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك أخي، كان نبي وأنا نبي. فانكب الصبي على رجول النبي صلى الله عليه وسلم يقبله، وأهل الطائف يناظرون فيه. في يوم رجع الصبي لسيده قال: ويحك، ما هذا؟ قال له الصبي: ما في الأرض خير من هذا الرجل. وبعد ما مر الزمان وانتشر الإسلام في المدينة، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بعد ما لقي من ينصر عندك ومن آمن برسالة الإسلام. فأول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم انتشر خبر بين اليهود وإن في رجل يدعي النبوة، وكان سلمان الفارسي عبد عند واحد من اليهود. يوم سمع بالخبر بغى ينجن، وهاجر لجزيرة العرب عشان هذه اللحظة. يقول سلمان الفارسي: أول ما سمعت بالخبر جاتني رعد، حتى ظننت أن أبيهم علي وأسقط على الأرض من شدة هذه الرعد. فانطلق للنبي صلى الله عليه وسلم وحصل له قصة، حتى قصة طويلة إن شاء الله بنذكرها في مقاطع جميلة. فعلا انتشر الإسلام ودخل في الإسلام قبائل كاملة، وصار في دولة كاملة، دولة كاملة تحت قيادة محمد صلى الله عليه وسلم. وثقيف تناظر في هذا التطور كله، وبدوا يحسون قبائل الطائف بالخطر، وعالق في ذهنها موقفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وإيش بيسوي فينا محمد. بس كان عضدهم مشدود بقريش، جنبهم قريش ومكة جنبهم، كان وضعهم إلى الحين كويس دام قريش معنا، ما عليكم يعني أمورنا السليم. ومرت الأيام وفتح الله سبحانه وتعالى للنبي خيبر، وهنا بدوا يحسون فعلا بالخطر وبدوا يتوترون بشكل أكبر، لأن وقتها طبيعة الطائف والحصون قريبة كثير من خيبر، وفوق ذا كله صار عند النبي صلى الله عليه وسلم أسلحة متطورة مثل المجانيق، فبدوا يحسون بالنقص. وهنا بدوا يتحركون من الناحية العسكرية وبدوا يطورون من صناعة الأسلحة، فأرسلوا بعض قادتهم إلى الروم عشان يتعلمون صناعة الأسلحة ومنها المجانيق والدبابات. بس متى صارت الضربة الأقوى على ثقيف؟ يوم انهار حكم قريش لمكة، قريش اللي تعتبر ظهر ثقيف واللي تربطهم صداقة قوية. هنا فعلا حسوا بالخطر وعرفوا انهم الهدف الجاي للمسلمين، فما سكتوا. وبعد فتح مكة بأقل من شهر حتى خرجوا ثقيف وهوازن بجيوش كبيرة، 20,000 مقاتل يقودها الأسد الرحيص مالك بن عوف، من أقوى القادة في ثقيف وهوازن، واللي أمرهم بأنهم ما يخرجون من بلادهم إلا وأموالهم وأولادهم معهم عشان يعني يستشدون بالحرب. وكان قصدهم غزو المسلمين في مكة واسترجاع مكة لهم. صارت معركة حنين اللي خطط فيها المشركين خطة ماكرة، واللي ظهر بعدها قوة وشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انسحبوا جيوش المسلمين، ما بقي إلا النبي ومع بعض الصحابة، وحصل وقتها معجزات قوية ونزلت فيها الملائكة، وذكرنا قصتها كاملة، إذا ما شفتها أتمنى تروح تشوفها كاملة، قصة عجيبة. فهرب بعدها الأسد الرحيص مالك بن عوف وجيوشه بعد ما شافوا وسمعوا أشياء تخلع القلب، وهنا غنم المسلمين غنائم كثيرة جدا، نساء وأموال وأولاد كثير، خرجوا كلهم بأموالهم وأهليهم. فهربوا هوازن وثقيف وتحصنوا بحصون الطائف اللي بنوها على الطريق الفارسي. بعد هذه المعركة اللي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة، رجعت الجيوش اللي انسحبت من المسلمين وشافت الأسرى مربطين والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة منتصرين وكانوا مليانين بالجراح، لا اللي انسحبوا ولا الصحابة اللي ثبتوا. بس قام النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بأنهم يتجهزون للذهاب للطائف، بأنهم سيغزون الطائف في هذه اللحظة. ما قالوا الصحابة يا رسول الله بعدين أخرها السنة الجاية، قالوا سمعنا وأطعنا، وقاموا بجراحهم وجهزوا أنفسهم للقتال من جديد، ومن هنا بدل جد. فترك النبي صلى الله عليه وسلم كل السبايا والغنائم في منطقة اسمها الجعرانة، منطقة بين المدينة ومكة، وحط عليها مجموعة من الصحابة يحمون الأموال. وهنا توجه النبي صلى الله عليه وسلم بباقي الجيش منطلقين للطائف، ومالك وجيشه متجهين للطائف، والنبي صلى الله عليه وسلم وراهم وجيوش. هرب مالك بن عوف حتى دخل الحصون وقفلوا على أنفسهم، بس ما هي إلا دقائق إلا وهم يسمعون جيوش النبي صلى الله عليه وسلم. خرجوا وناظروا من فوق إلا بجيوش النبي صلى الله عليه وسلم واقفين، وسادت قريش معهم، سادت قريش اللي كانوا أصحابهم بالجاهلية، أبو سفيان وصفوان بن أمية كلهم هذول سادت قريش كانوا أصحابهم، أصحابهم بالجاهلية، والحين يقاتلونهم. وسناظروا في الطرف إلا سلمان الفارسي معهم، هم يعرفون إنه فارسي، فتملكهم التوتر وقتها. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وعسكر قريب من الحصون بحكم إن هذولاك منسحبين وداخل الحصون يعني، ونصبوا الخيام بس كانت قريبة من الأسوار. بس فجأة إلا بالسهام تخترق أجساد الصحابة، بدأ ثقيف القتال، واستغلت موقف الصحابة وقرب جيش النبي من
الأسوار فقام النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين يرجعوا ويبعدون بمعسكرهم من الحصون وعرفوا أن ثقيف ما راح تستسلم. وهنا بدأ أول التحام بينهم وبدأوا يترامون بالسهام. ثقيف ترمي والصحابة يرمون وجلسوا وقت طويل وهم يترامون بالسهام. ومرت الأيام وهم على هذا الحال حتى قام أبو سفيان بن حرب اللي هو صاحبهم في الجاهلية سيد من سادة قريش وأخذ معه صحابي من ثقيف نفسه عشان يستأمنه. فقام أبو سفيان وقال أمنونا حتى نكلم أعطونا الأمان. في يوم ناظره إلا أبو سفيان صاحبهم وهذا واحد من ثقيف حسوا بالأمان والثقة فأمنوه. فبدأ أبو سفيان يناقشهم في مسألة أنهم ينزلون تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم. أنا رجل وأنا صاحبكم من قريش ونزلت تحت حكم النبي فرفضوا قالوا تركونا على ما نحن عليه وما احنا نازلين تحت حكم أحد أبدا وإنا سنقاتل حتى آخر نفس. رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم في حصارهم. وعدت الأيام ومر تقريبا 15 يوم وهم محاصرين الطائف وبكل يوم يترامون بالأسهم. إلين بيوم من الأيام خرج خالد بن الوليد عن طورة فقال لثقيف من ينزل يبارزني نبغى قتال جالسين نترامى 15 يوم من ينزل يبارزني. خالد بن الوليد معروف بقتاله وشدته مهارته في القتال بس الصمت عم الوادي كامل ناظروا إلا بخالد بن الوليد. من بيخرج لخالد بن الوليد؟ فعاد قولته مرة ثانية من يخرج لمبارزتي إلا بسيد من سادة ثقيف يناديه ويقول له بأن ما لدينا يكفينا سنين. إيش فيك يا خالد؟ يعني ليش بنزل خاطر بنفسي؟ يعني عندنا أكل وشرب يكفينا سنين. ويا خالد لو اضطرينا أن ننزل بنخرج لك بالسيوف كلنا نقاتلكم كلكم حتى ننتصر أو نفنى من آخره. يوم سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه اجتمع بالصحابة وبدأ يستشيرهم. وهنا جاء دور سلمان الفارسي فقال سلمان الفارسي لرسول الله يا رسول الله حصونهم منيعة وإن مشورتي لك يا رسول الله أنك تستخدم المجانير. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيه فقام سلمان الفارسي وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستخدم حتى الدبابات. كان المسلمين يعرفون المجانير من خيبر بس كان أمر الدبابات جديد عليهم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم جاب المنجنيق ونصبها أمام ثقيف وأمام حصونه كتخويف له وبدأ المسلمين يصنعون الدبابات تحت إشراف سلمان الفارسي. وهنا بدأوا ثقيف يتناقشون في أمر الدبابة كان بينهم ناس من الفرس ويعرفون إيش هي الدبابة. بدأوا ثقيف يجتمعون ويخططون في خطة والمسلمين جالسين يصنعون هذه الدبابة. وكانت الدبابة هذه أصلا موجودة من زمان ومو شيء جديد وكانت مصنوعة من الخشب والجلود وكانت عبارة عن مكعب من دون أرضية يعني مجوف من الداخل ومن دون أرضية وهذا المكعب مغطى بالجلود من كل مكان جلود كثيفة جدا. يدخلون الجنود داخل هذا المكعب ويخرجون أسلحة من حربات وسيوف ويتوجهون على العدو يحاربونه. تصير هذه الأداة أداة هجومية ودفاعية في نفس الوقت نفس الدبابات اللي في زمننا الحالي. ففي اليوم 23 من الحصار خلصوا الصحابة من صناعة الدبابة وجاء الوقت الفعلي لاستخدامها. فدخلوا بعض الصحابة داخل هذه الدبابة وبدوا يتوجهون إلى الحصون يمشون بها وبدت السهام تمطر عليهم. أسماء أثرت أبدا في الدبابة ونظرات الثقة مرسومة في وجوه المشركين وهم ينظرون في هذه الدبابة. فأول ما وصل الصحابة للحصن بدوا يحفرون فيه بس هم يحفرون إلا بالحديد تساقط عليهم. أشواك حديدية محمية بالنار ضربت على هذه الدبابات وبدت تخترقها سقطت على هذه الدبابة وبدت تحرقها كاملة. خرجوا الصحابة من تحتها إلا وهم يرمون الأشواك الحديدية من فوق ويرمونهم بالسهام. فبدأوا الصحابة يقاومون ويقاتلونهم ويرمون عليهم النبل ويتراجعون شيء في شيء إلين وصلوا لمنطقة محمية. وعرفوا الصحابة بأن الحرب بهذه الطريقة بتكون صعبة جدا عندهم حصون منيعة جدا وفي نفس الوقت عندهم مؤونة واستمر الوضع زي كذا بتستنفذ طاقة المسلمين. فهنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرميهم بالمنجنيق وبدأ المنجنيق يؤثر في حصونهم وبدأ الصحابة يهجمون بكل قوتهم والنبي صلى الله عليه وسلم يرمي بالمنجنيق وثقيف ترمي بالحديد المحمي ترمي بالأسهم النارية. والصحابة يدعونهم بأنهم ينزلون على حكم النبي بس رفضوا وبدأوا يرمون ويشعلون النار وعجبتهم طريقة الأشواك الحديدية هذه فأكثروا منها. حرقت الصحابة حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يحرقون نخيلهم نخيل الطائف. وهنا المشركين بدأوا يخافون فطلعوا يصرخون بأعلى صوتهم الله والرحم الله والرحم يعني زي اللي وقفوا لا تحرقون النخيل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنادي ينادي أي واحد ينزل من الحصن الآن فهو حر. فيهم سمعوا الكلام هذا تخاذروا بعض أهل ثقيف ونزلوا. فخرج من ثقيف تقريبا 20 رجل ومالك بن عوف ناظر في هذول 20 بس أول ما خرجوا فعلا أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن إليهم. ومالك بن عوف ناظر في هذا المنظر ومر تقريبا 40 يوم على الحصار. وفي ليلة من الليالي رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا شاف أن أهدي له إناء بداخل هذا الإناء زبدة كان مليان هذا الإناء زبدة بس جاء ديك ونقر هذا الإناء حتى انكبت الزبدة كاملة من داخل هذا الإناء. في يوم صحي النبي صلى الله عليه وسلم راح مباشرة لصاحبه أبو بكر وخبر عن هذه الرؤية. قال أبو بكر ما أظنك يا رسول الله بتدرك ما تريد منهم اليوم ما أظن أنك بتفتح الطائف الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أرى ذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحضور أنه لم يؤذن له بفتح الطائف
وإنهم راجعين. فانتشر الخبر ووصل الخبر لعمر بن الخطاب فاستنكر القول وراح يتأكد من النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل وقال: يا رسول الله، سمعت الناس يقولون كذا وكذا، فهل قلته يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قلت. قال عمر بن الخطاب: أو ما أذن لك فيهم يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال عمر بن الخطاب: أفلا أؤذن بالرحيل؟ يعني أقول للصحابة أنهم خلاص نرجع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فعلا خرج عمر بن الخطاب وبدأ ينادي بالرحيل. فتجمع الصحابة على رسول صلى الله عليه وسلم، بدأوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما يرجعوا من دون ما يفتحون الطائف، وأنهم يغزون مرة ثانية. بس النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها مشيئة من الله، بس بعد إصرار من الصحابة وافق لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يغزون مرة ثانية. فقاموا الصحابة وقاتلوا بأشد ما عندهم، ودهم يخيبون ظن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، فقاتلوا قتال شديد وبدت الجراح تكثر فيهم، وسقط الكثير من الصحابة مصابين، وقتل 12 صحابي منهم ولد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أصاب سهم فقتل. فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم مجرحين ومصابين ومحرقين حتى بالنار. وقفوا أمام النبي وقالوا: يا رسول الله، ادعوا عليهم يا رسول الله، هذول قوم مصرين على الشرك والكفر، ادعوا عليهم يا رسول الله، مقهورين من جوا، ما ودهم يرجعون من دون ما يفتحون الطائف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي ثقيفا وأتي به مسلمين. وبعدها قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: نرجع. حس الصحابة رؤوسهم هم فرحانين: نرجع يا رسول الله. وهنا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من موقفه، وهذا الموقف كامل كان يشوف مالك بن عوف يناظر في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كان يناظر فيهم ويناظر في اللي أسلموا من ثقيف، ويشوف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم. فقاموا الصحابة يلمون الأغراض عشان يرجعون للديار، وجلس يناظر فيهم حتى رحلوا. وفي قلب مالك بن عوف خواطر وأفكار لو عرفوا عنها ثقيف كان قطع رأسه. رجعت جيوش النبي متوجهة للجعرانة، المكان اللي حطوا فيه الغنائم، ومع المسلمين تقريبا 20 رجل من هوازن، أغلبهم من هوازن قد نزلوا من الحصون وأسلموا. فأحسن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأتقوهم، صاروا أحرار. وقتها سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مالك بن عوف وقال لهم ما فعل، فقالوا: هو بالطائف يا رسول الله مع ثقي. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروا مالكا إنه إن أتاني مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيته 100 من الإبل، يعني فوق إنه يرجع له النبي صلى الله عليه وسلم أمواله وأهله يعطيه 100 من الإبل ترغيبا له. فانطلق واحد من العشرين يوصل الخبر لمالك بن عوف. يوم وصل للطائف دخل بالسر إلين وصل لمالك بن عوف وقال له: ترى إذا جيت للرسول الله مسلم الحين بيرد لك أموالك كاملة وبيرد لك أهلك ولك فوقها 100 من الإبل. فتقبل مالك بن عوف الفكرة، يعني فوق إن أمواله وأهله بيرجعون له 100 من الإبل، بس كان خايف من ثقيف لأنه لو عرف الثقيف بيحبسونه وبيعذبونه فوقها وممكن حتى يوصلون لقتل. قرر إنه يطلع في الليل من دون ما أحد يدري وجهز له حصان بنص الطريق بعيد عن الحصون عشان ما حد يحس فيه أبدا، وإذا طلع من الحصون يمشي لمشي وما حد يحس فيه لين يوصل لهذا الخيل ويركب عليه وينطلق. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد وصلوا للجعرانة، والغنائم كانت كثيرة، يعني أكثر غنائم غنموها المسلمين على الإطلاق، وبدوا اللي دوبهم أسلموا من قريش ومن الأعراب يشدون على النبي ويضغطون عليه: نبغى الغنائم حقتنا، وين قسمتنا من الغنائم؟ فبعد ما خيم النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة بدأ النبي قسم الغنائم، كان يعطي اللي دوبهم أسلموا عطاء عظيم جدا وكبير جدا، صار يعطي الناس من 100 من الإبل واللي يعطيهم 50 من الإبل، هذا كله عشان يرغبهم في الإسلام. فكان أكثرهم من قريش اللي دوبهم أسلموا أكثرهم من قريش لأنهم دوبهم فتحوا مكة، كانوا الناس يطربون زيادة من النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي لدرجة أن الناس بدأوا يعني يتجمعون عليه، صاروا الناس يتدافعون على النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشر بين الناس أن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، صاروا الناس يتدافعون على رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل ما جاء أحد أعطاه، صار المكان زحمة لدرجة أنهم دفعوا النبي صلى الله عليه وسلم على شجرة فتعلق فيها رداء، أو كانت شجرة شو تعلق رداء النبي صلى الله عليه وسلم، صاروا الناس من حوله يتدافعون، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالله لو أن شجرة هامة نعما قسمته عليكم لا تلقوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. فقال بعدها النبي صلى الله عليه وسلم: ها إنه ليس لي من الفيء شيء ولا هذه إلا الخمس، يعني ما لي حتى هذه الشعرة اللي من البعير، والخمس مردود فيكم، يعني حتى الخمس بيرجع لمصلحتكم حتى. وقال بعدها: إن عبدا من عباد الله بعثه الله عز وجل إلى قومه فكذبوه وشجوه، فجعل يمسح الدم عن جبينه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقولون الصحابة وكنا الناظر في النبي صلى الله عليه وسلم وهي يمسح على جبينه ويقول هذا الكلام، اللهم صل وسلم عليه. ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وأعطى سادة قريش أموال عظيمة، حتى إلى درجة أنه كان يعطي الواحد 100 من الأبل واللي يعطيه 50 واللي يعطيه 200، أموال عظيمة وقسمة كبيرة جدا. الأنصار كانوا يناظرون في هذا الموقف وقلوبهم حزين، يعني العطاء العظيم هذا كله راح لسادة قريش وهم اللي آوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، فحزنوا حزن شديد وحسوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كأن نسيهم كده يوم قابل قوم. فقال بعضهم: خلاص لقي النبي قومه، يعني خلاص لقي قومه ونسي. حتى إن حسان بن ثابت ذكر في هذا الموقف أبيات طويلة بإذن الله بنذكرها في نهاية المقطع. المهم إن الأنصار
الأنصار بدأ الكلام فيهم ينتش حتى أنه وصل الكلام هذا لسيد من سادة الأنصار، فانطلق للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله الأنصار يقولون كذا وكذا، قال له الموضوع كان إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل على الأنصار ويجمعهم ويخطب فيهم خطبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم طلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ فقالوا بل الله ورسوله أمن وأفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا الأنصار وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل، وش نرد عليك فيه يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لو شئتم لقلتم فلا صدقتم وصدقتم. يعني لو تبغون تقولون هذا الكلام اللي بقوله الحين لصدقوكم الناس ولا صدقتم حتى. أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله في رحالكم؟ هو الذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. إلا بالأنصار يبكون بكاء شديد حتى تبللت لحاهم، يعني صارت لحاهم مليانة بالدموع، وقالوا رضينا يا رسول الله، رضينا برسول الله قسما وحظا. تفرقوا بعدها الأنصار وهم راضين وقلوبهم راضية. بس بعدها إلا بمالك بن عوف وصل بخيله ويناظر في رسول الله، وهنا فرح النبي صلى الله عليه وسلم بجيد مالك بن عوف قائد محنك ومكسب للمؤمنين والمسلمين. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه أهله وأمواله وأعطاه فوقها 100 من الإبل، وعيون مالك بن عوف ما فارقت وجه النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم خلص النبي صلى الله عليه وسلم قسمته لمالك بن عوف، قال مالك بن عوف هذه الأبيات: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كله بمثل محمد، أوفى وأعطى للجزيل إذا اشتدي، ومتى تشاء يخبرك عما في غدي، وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالسمهري وضرب كالمهند، فكأنه ليث على أشباله وسط الهباء خادر في مرصدي. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأسلم مالك بن عوف، هو يعني مكسب للمسلمين. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام وعينه أمير على قومه، فرجع لقومه وكمل الحصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصون الطائف، فحاصرهم سنة كاملة ما يطلع من حصونهم قافلة واحدة إلا وهجم عليه، ولا قدروا ثقيف أبدا في قتاله لأنه محنك جدا. وبعد سنة كاملة من الحصار وبالتحديد في شهر رمضان، بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وفي يوم من الأيام كان صحابي من الصحابة على أطراف المدينة يرعى بالغنم، وهو يرعى إلا هو يشوف من بعيد زي القافلة جاية. بس يوم قربوا من المدينة شاف إلا هم قادة ثقيف جايين للمدينة، فانطلق للنبي صلى الله عليه وسلم وكان واضح عليه الفرح، فشافها أبو بكر وقال له إيش بك؟ إيش فيك فرحان للدرجة دي؟ قال له شفت سادة ثقيف على أبواب المدينة. فرح أبو بكر فرحة شديدة وقال أسألك بالله ما تقول له اللي أنا أقول له، يعني لا تقول للنبي صلى الله عليه وسلم اللي أقول له أنا، أبا أقول له أنا. فانطلق أبو بكر وعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فطلع النبي من داره إلا بسادة ثقيف، قالوا يا محمد بندخل في دينك لكن عندنا شرط، إنك يا محمد تترك لنا الأصنام لمدة معينة، نبغى نتكسب يعني مدة معينة وبعدها بنترك. هذا واحد. ثاني شيء إنك ترفع عنا الصلاة فما نصلي، تسمح لنا ببعض المعاصي مثل الخمر وإنما نوضي. ليش يا محمد إنما نوضي؟ لأن أرضنا أرض باردة، فخفف لنا في الطهارة، يعني ما نقدر نتطهر يعني زيكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفضها كلها وقال لهم لا خير في دين لا صلاة فيه، وفي رواية لا ركوع فيه. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يناقشهم ويناظرهم حتى قالوا يا محمد موافقين، موافقين إن ندخل على دينك، بس اسمح لنا في شيء واحد، ترانا حنا حقين أصنام وجلسنا على الأصنام هذه سنين طويلة فما نقدر نكسرها بأيدينا، اسمح لنا في هذا الأمر، فإذا كان عندك أحد يجي يكسرها نيابة عنا بنكون جدا فرحين، فأرجوك يا محمد لا تلزمنا بتكسيرها بأنفسنا. وافق النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل معهم واحد من الصحابة وكسر أصنامهم كاملة، واستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم الثقيف وهوازن وباقي قبائل الطائف، وحسن إسلامهم وثبتوا على الإسلام حتى أيام الردة، وحاربوا ضد المرتدين، وهم لا يزالون يسكنون الطائف إلى يومك هذا ويلقبون بالثقف. وفي أكثر من قبيلة معهم مثل عتيبة وبني مالك وبني حارث، هذول يعتبرون كلهم أحفاد للصحابة ولا زال فيهم الخير إلى يومك هذا. دعنك شعثاء إذ كانت مودتها نزرا وشر وصال الواصل النزر، وأتي رسول الله فقل يا خير مؤتمن للمؤمنين إذا ما عدل البشر.
على ما تدعى سليم وهي نازحة أمام قوم هم آووا وهم نصروا. سماهم الله أنصارا لنصره ميدين الهدى وعوان الحرب تستعر، وجاهدوا في سبيل الله واعترفوا للنائبات فما خاموا وما ضجروا. والناس ألب علينا ثم ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وزروا، ولا يهر جناب الحرب مجلسنا ونحن حين تلظى نارها سعروا. كما رددنا ببدر دون ما طلبوا أهل النفاق وفينا أنزل الظفر، ونحن جندوك يوما نعفي من أحد إذ حزبت بطرا أشياعها مضر. فما ونينا وما خمنا وما خبروا منا عثارا وجل القوم قد عثروا.